So, إذا بدك خبرك شوي عن الـ University for Seniors أو جامعة الكبار مثل ما بنسميها بالعربي، هيدا البروجرام تبلش بـ Spring 2010 واللي بلشوه هن تو بروفيسورز بالـ AUB، بروفيسور سينتيا منتي وبروفيسور عبلة سباعي. ليش فكروا يعملوا University for Seniors؟ لثلاث أسباب. أول سبب هو ارتفاع أمد الحياة باللبناني اللي صار تقريباً 72.5، وبالتالي صار عندنا نسبة أكبر وأكبر من الأشخاص اللي هن they are 50 and above. بلبنان عندنا 20% من الشعب اللبناني هو 50 وما فوق، وهي أعلى نسبة بالدول العربية. سو هيدا أول سبب. ثاني سبب هو دراسة عملتها الـ AUB بالنيبرهود تبعها، دراسة بيروت، وبينت هيدي الدراسة إنه كثير من السينيورز عم بيعانوا من الوحدة لأنه أولادهم عايشين برات البلد، أو أولادهم كثير مشغولين بأشغالهم ومعينهم. وعايزين شيء هدول الأشخاص، شيء educational، شيء social يكون مفيد يعبي لهم حياتهم اليومية. هيدا ثاني سبب. ثالث سبب، الدراسات العالمية كلها أثبتت إنه لما الشخص بيكبر بالعمر وبيضلوا active mentally وphysically، هيدا الشيء بجنبه كتير من الأمراض العقلية والجسدية. So هدول الأسباب اللي خلوا بروفيسور منتي وبروفيسور سباعي يأسسوا University for Seniors، واللي خلوا الـ AUB تدعم هيدا الفكرة وهيدا الانشيت. أنا اسمي نوري، عم ساعد بالـ AUB's Online Collaborative Workshop اللي عم بيعطوه اللي اسمه Computer Literacy. Basically عم نعلم seniors من University for Seniors اللي هي تابعة للـ AUB كيف يستعملوا الكمبيوتر، لأنه في كتير ناس بيوصلوا لعمر كبير وما بقى لهم جلادة كتير يتعلموا أشياء، وبيجوا هون ومنفرجيهم إنه لا، إنه بعد في أمل يتعلموا على الكمبيوتر شيء هن شايفوه عم بيخلق، بس يمكن ما عطوا أهمية هالقد، وهلا لاحظوا إنه هن تأخروا كتير يمكن، بس عم نفرجيهم إنه ما تأخروا على شيء، بعد فيهم يلحقوا حالهم، والكمبيوتر شيء كتير مهم، فهذا الشيء رح يساعدهم إنه يكونوا دايماً متصلين بالعالم وما يفوتوا بي ديبرشن أو شيء من هالنوع، إنه لما الواحد يكون قاعد كبير بالعمر وقاعد لحاله، لا بضل فيه يطلع على العالم وبضله متصل بالعالم. Hi, my name is Bayan, and I'm helping out with the course for computer literacy and with the online collaborative in AUB. I came here first. I wasn't really expecting the seniors to be really interested in the subject. You know, it's arcane. They see their kids using the computers and they have no idea how to use it. And I was really surprised by the interest they were taking in order to connect with their kids and their grandkids, and in order to communicate with relatives outside the country. نحن بهي تاني ترم اكشولي بيكون في تعاون بين University for Seniors و AUB's Online Collaborative على عدد من الكورسز. هيدا الترم عم نعطي Computer Literacy for Beginners وعم نعمل Social Media for Beginners. الإقبال كتير عالي على هدول الكورسز، يعني حتى انه كان عندنا ويتنج ليست كثير طويله وكثير كبيره، واضطرينا ببعض المطارح انه نكبر الكباسيتي تبع الصف لانه عم بيطلبون. هالترم بعد ما عملنا ايفالويشن، سو ما عندي فيجرز بتقول قديش نسبه التجاوب مع هذا الكورس، بس بقدر اقول لكم انه هذيك الترم الايفالويشن اجت كثير منيحه، السينيورز كثير حبوا الكورس، كثير حبوا التفاعل بينهم وبين تلاميذ الـ AUB. يعني كنا شوي خايفين انه ما يقوموا السينيورز ينزعجوا ويحسوا انه يي اولاد صغار عم بيعلمونا قد اولادنا. On the contrary، كثير حبوا هيدي الفكره وهذا التفاعل، وانبسطوا بالكورس لانه حسوا انه عم بيتعلموا لغه اولادهم ولغه احفادهم. سو هن لما بيقعدوا معهم صاروا بيفهموا عن شو عم يحكوا اولادهم، عن شو عم يحكوا احفادهم. هيدا ثاني شغله حبوها. ثالث شغله حبوها هي انه قدر هيدا الكورس يعلمهم كيف يتواصلوا مع قرايبينهم ومع عيالهم اللي هن برات لبنان عبر الفيسبوك، عبر تويتر انا ايمن من AUB's Online Collaborative. Currently I'm leading a workshop. I'm now in collaboration with University for Seniors at AUB to teach seniors about computer literacy, basic computer literacy. So what we aim to do is, you know, we have these seniors that they don't know anything about computers. So we can help them
learn how to use the computer. So the way this the course is structured is 6 weeks. Each week we tackle one aspect of the computers. So by the end of it, they would be able to know how to browse the files on the computer, browse the internet, they can send emails and they can use Skype. بتمنى انه يصيروا هن على الموضوع ده كيف يستخدموا الفيسبوك والتويتر بشكل مضبوط. بتصور انه هلا علميا اثبت انه استخدامهم للوسائل الاعلام الاجتماعي بتساعدهم انه يخلوا قدراتهم العقليه قويه، تخلي ذاكرتهم منيحه، تخلي ذكائهم بشكل منتعش. بنبسط اكثر شيء بانه قادرين يتابعوا معي باللي عم قلو. يعني بتفاجئ احيانا ممكن انه السؤال يكون بموضوع شوي مرتبط بالاعلام الاجتماعي بس اكثر له علاقه بالحياه اليوميه او بالحياه الشخصيه، لانه وبفهم هذا الموضوع لانه الكبار ما هم معودين على وجودهم بالعالم الرقمي، انه يكونوا معلوماتهم موجودين اونلاين يقدروا يشوفوهم اونلاين. فبيسالوا ممكن اسئله لها علاقه انه مين رح يشوف هلا اللي رح نكتبه، او مين كيف فينا نعرف مين شاف، او اذا حطينا الباسورد انه حدا بياخده، او مصرياتنا اذا حطينا رقم الكريدت كارد اونلاين كيف انسرقوا او شيء. هن منهم معودين على وجودهم اونلاين. تخيل يمكن الاسئله الحلوه تطلع اللي بتربط بين هالشغلتين، حياتهم اللي بيعيشوها حياه جديده. حكيت انه هذا فخر اول شيء اللي اني اقدر اكون عم ساعد جيل الكبار من هلا، لانه ما بحياتي نحن وقتها كنا صغار يعني كنا نقول ان شاء الله نقدر نكبر نصير مثلهم. هلا في اشياء نحن عم نكتسبها اسرع، بتخيل واجباتنا اول اقل شيء ممكن نعمله انه نحن نقدر نساعدهم بخبرتهم اكبر من خبرتنا بكثير بالحياه، بس في امور معينه نحن اكبر منهم فيها، انا بلي شرط اني اكون بهيك مرحله قادر اساعدهم. بدي بس باسم كل اليونيفرستي فور سينيورز تيم اشكر الاي بي اونلاين كولابوريتيف على كل الجهود اللي عم يعملوها، لانه مثل ما كنت عم بقول انه السينيورز حبوا وتفاعلوا مع هذا الكورس، كمان انتم يلي شفتوا منكم انه انتم حبيتوا تعطوا هذا الكورس، ومن شان هيك رجعتوا قلتوا لنا انكم مستعدين تعطوا هذا الترم، ومن هلا عم نحكي نحن وياكم للنكست ترم. سو نحن ريلي ريلي وي ريلي ابريشيت هذا الافورت تبعكم والوقت يلي عم بتحطوه المجهود، ان كان بالاي بي او برات الاي بي، لان هلا بعرف انه الاونلاين كولابوريتيف كبرت. مجهودكم كثير مهم لانه موضوع السوشيال ميديا خلص فات على حياه كل العالم، كثير مهم تعلموا العالم كيف يستعملوهم، بس كثير مهم كمان تعلموا العالم يكونوا كريتيكال بالنسبه للسوشيال ميديا وتقولوا لهم شو المنيح وشو اللي مش منيح وكيفيه استخدامهم باحسن طريقه ممكن. ما كنت بتخيل انه الشغل مع السينيورز يكون هالقد، انه كنت متوقعته يكون اصعب من هيك، بس هن صراحه جابينهم يتعلموا، لما يكون جابينهم يتعلموا عندهم حشرية بيصير أسهل نعلمهم أشياء. هلا أكيد في صعوبات إنه بدهم they get frustrated بتضايقوا شوي لما الشغلة ما تزبط معهم، بس نحن هون تنطمنهم، وآخر شيء هن عم بيكونوا كتير مبسوطين وعم بيشكرونا لأنه عم بيحسوا حالهم تعلموا شيء، وعم بيحسوا إنه بعد في أمل إنه بعد عم بيقدروا يتعلموا شيء. مش هيك أنا بعتقد إنه فكرة هذا الكورس كتير كتير منيحة، لأنه عم بتفرجيهم إنه الكمبيوتر ما له شغل هالقد صعبة، وحتى لو بالنسبة لهم يعتبر مثل تشاينيز لأنه مو بحياتهم مقربين حده، بس عم بلاحظوا انه مش لأنه شيء ما بيعرفوه يعني عن جد صعب، شوي شوي الواحد بيوصل له ونحن هون تنساعدهم.